السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب، من الشرق للغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في غربه. رمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن، دون ان ننسى اخواننا في فلسطين خاصه غزه الحبيبه. انا اشوف انا حتى رورا ما عنديش مشكل معها. رورا ولا تشفى حكيم، كنا في الحصص نتكلموا على رئيس الفيدراليه محمد رورا. انا ننتقد المواقف، ننتقد السياسات، ننتقد يعني حاجه ماشي مليحه. انا قلت لك انا راني دينونسياتور، ما رانيش محلل. انا معروف عني انا ما نسكتش، اللي يغلط يخلصها رياضيا. انا ما ننتقدش لاشخاص، الحمد لله. ما ننتقدش لاشخاص الحمد لله. تصوروا معي هاي تقنية الفار خطورتها، يحدث أمر كهذا، الموجودين في أمام تقنية الفار قالوا للحكم لا نتحمل مسؤولية. تعال أنت وشوف. يا ليبوك احنا حقارين، ما كناش نهضروا باسكو كان فرعون ما كانوش يهضروا. إنها البود ديمقراطية صافا، ولو كاع يهضروا. كان فرعون ما كانوش يهضروا. إنها البود ديمقراطية صافا، ولو كاع يهضروا. ماشي ربكم اللي على هذا النقطة، ماشي ربكم اللي على هذا النقطة، ماشي ربكم اللي على هذا النقطة. قام بها رورا منذ يجب أن يرحل، منذ توليه، يجب أن يرحل، توليه العرش. هل يجب ولا عرش هذا عرش. يجب أن يرحل أون إيرجونس. رورا ولازم يروح، شيفو ديرو ليماج باش يروح نديرو حملته كشعب جزائري. شيفو ديرو ليماج باش يروح نديرو حملته كشعب جزائري. شيفو ديرو ليماج باش يروح نديرو حملته كشعب جزائري. بزاف هذا الديكتاتوري هذا. بزاف هذا الديكتاتوري هذا. بزاف هذا الديكتاتوري هذا. والله العظيم يسمح حتى الواحد، ما يسمح حتى الواحد. انا نسميها ديكتاتور، سي تان ديكتاتور وروا. انا نسميها ديكتاتور سي تان ديكتاتور وروا. وصلنا انت رئيس الفيدراليه فرعون يدير واش يحب. فرعون يدير واش يحب. فرعون يدير واش يحب. فرعون يدير واش يحب. ما يسمح حتى الواحد ويقول لهم تتحمل هذه الكلمة. تتحملها. يا لا 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 لا. شفت الفار عزوزي، هذه حاجة قليلة، هذه يسموها تحلية، هذه مجرد تحلية خفيفة، تحلية خفيفة برك، ما تضرش المعدة وخفيفة ناكلوها وما تضرناش، هذه تحلية خفيفة. وكاين الكثير، كاين لي بريم تاع اللي يدوها لي جوا. في وقت سابق كنت تقول باللي كيفاش اللاعبين المحترفين يدوا لي بريم بالاورو، واللاعبين تاع اللي يلعبوا في البطولة يدوها بالدينار، بينما في وقت هذا ما عندوش بزاف. لما كان صديقك اللي تقول تا صديقي نتكلموا بالتليفون جمال بالماضي، كانوا اللاعبين ثاني نفس الشيء يدوا لي بريم بالاورو. صح توفا بيا. وعدنا الارشيف، قلنا لك راه وعدنا بنك نتاع ارشيف. انت ما عليك فقط بادر، تكون مبادره من عندك، تبادر وحنا نكملوا الطريق ونكملوا المسيره. انت بادر وحنا نكملوا المسيره برك. هذا ما كان مبادره تجي منك، ونتصرفوا كي تجي المبادره منك. ندو من عندك دروس، حنا نتعلموا من عندك. انت صحفي، حنا ماناش صحفيين. على كل حال حنا مش نقول لك، حنا ما نقولكش حنا على شهاده الدين او العلم، المستوى العلمي وكذا ما نهضروش عليها. الامور هذه امور خاصه، يعرفنا يعرفوا، اللي ما يعرفناش معليش خلوها خاصه. لكن حنا نتعلموا، ماذا بينا يجي واحد صحفي نستفيدوا منه، نستفيدوا يعطينا معلومه، يعطينا حاجه. محزوزي قال لك انا رورا ما ننتقدوش، ننتقد السياسات كيما نقولوا، ننتقد الطريق اللي يمشي بها التسيير. اوكي راني معاك تعجبني، بصح انا لما نرجع للارشيف انا مانيش غبي، والحمد لله كاين التكنولوجيا متوفره، وكاين اليوتيوب، وكاين الفيديوهات الارشيف المستحفظين بها، وعندنا كونتيتي لاباس مستحفظين بها الارشيف. وكاين يا من 2016 و2017 و18 وروح كاين الارشيف. اذا كاين يقول كيما هكا مصطفى معزوزي، انا قريب صدقتك. بصح انني شويه عندي شويه ذاكره، نزلت شويه نشفى. انا نشفى باللي انت ما خليت ما بقيت للسيد. انا واحد اللي يقول له فرعون، انت فرعون اسكو، هذه انتقاد سياسه. قال له ما تعرفش تسير، قال التسيير تاعك فاشل، التسيير تاعك مشو كيما هاك، ها فاش غلط. اوكي راني معاك، انا ما نقولكش انا اضرب لابروس الروراوه، انتقدوا على روحك.
صح مش تقولوا فرعون. فرعون وش معناه؟ ديكتاتور ربكم الأعلى. شوية هذا وش سموه معزوزي؟ هذا هجوم للشخص. تقول ما نهاجمش أشخاص، أنا ما هاجبتوش روراو كشخص. هاوي جبت لك أنا للفار، الفار ما يرحمش قلتها لك، وتزيد تبادر نبادروا معاك نكملوا المسيرة هذه قلتها لك. الأرشيف كاين، أنا راني نستنى فيك كي يبدا يلعب المنتخب الوطني ونشوفك. إلا بديت تطيح وتكريتيكي على اللي جوار ولونترينار وكذا راح نجبد لك الأرشيف. كي كان بالماضي صديقك كنت فابيا، كنت فابيا ونزيد نجبد لك على لي بريم إكوال وقت الحال، خليك ندير معاك سلام تجبد وتطيح على ليكيب ناسيونال نجبد لك الأرشيف. مش تهديد هذا، لا لا مش تهديد. انت راك تهدر والمشكله تاعك تنسى، انت راك تهدر وتنسى. حنا رانا نذكروك برك، حنا ماناش رانا نديرو في التهديد نجبدوك الارشيف تاعك. وعندنا الارشيف متوفر والحمد لله لهنا، حنا ما نحتاجوش الارشيف باش نهدوك ولا لا لا، ماذا بينا خلوك تهدر للصباح. مي الارشيف يعاونك باش تتفكر، رانا نفكروا فيك فرقط، هذا ما كان، رانا مجرد نفكروا فيك لانك تتهدر وتنسى وما كانش اللي يذكرك. حنا هذه خدمتنا نذكروك ونفكروك برك، هذا ما كان. اذا كما قلت لك السيد الله، انا ما نقولكش اضرب له لابروس ضرب له الشيتا شيت له، لا 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 حبيت تكون معارض لروراوا ولا اونتي روراوا شغلك، انا ما نفرش عليك نقول لك لا لازم تقول روراوا مسير مليح، لا 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 كل مسير عنده امور ايجابيه وامور ممكن سلبيه. بصح احنا شفناك بعد ما راح روراوا كاين امور كارثيه كارثيه طفيت عليها الضوء، بل بالعكس شجعت الامور هذه الكارثيه، والفيديوهات موجوده موجوده. اذا من حقك قولها لك مستمع زوزي كصحفي ولا حتى كمواطن تبدي رايك، ما عجبكش تسير روراوا، ما عجبكش تسير عماره، ما عجبكش تسير زاتشي وانا وزاتشي لبنا صديق خرج تقول تسيروا فاشل، ما عجبكش تسير زفزاف نفس الشيء لانه الجهه اللي جابت زفزاف انت راك معاهم في صداقه ما كان له يعني نفسر. اذا تنتقد اي شخص اي مسؤول، نحكي كمسؤول يعني من حقك، واحد ما يقول لك يفرض عليك املاءات ولا لا لا لازم تشيط روراوا ولا لا لا عادي، رغم انه كاين اشخاص ما تقدرش تنتقدهم غالطين وتقول روحك توفا بيان غالطين وتوفا بيان. وكيما هذا كاين امثله عديده ملاير اللي داها الكراز وروح وروح كثيره وكثيره، بصح انت توفا بيان. لكن احنا مهمة تاعنا يا مستمع زوزي باش تعود على بالك في علمك، احنا رانا نفكروك فقط لانك كاين امور قلتها في السابق وتنسئها بالخف. لما تقول فرعون وديكتاتور اسكو هذه داخله في انتقاد السياسه؟ سؤال واضح ووجيه. تقول على شخص ديكتاتور وفرعون ماهوش ربكم الاعلى، اسكو هذا الكلام داخل في انتقاد سياسه، انتقاد برنامج، طريقه عمل؟ راني معاك. مثلا تقول باللي روراوا فاشل ما ركزش على تسيير البطوله المحليه ولا تكوين اللاعب المحلي، راني معاك راني داكور معاك. تنتقد سياسه سياسه، ولا تقول مثلا زاتشي كاين امور تسير هرب راحت له، كاين امور عندها علاقه بالكراز والملاير اللي داها، رغم انك ما تقولش المواضيع هذه. كاين ايضا امور تتعلق ببيان اللي دارته الاتحاديه، نسميه بين قوسين بيان العار فيما يخص اللاعبين المزدوجين الجنسيه، كنت قادر تهدر هذه المواضيع تقدر تهدرها انا، لكن نفرض راك هدرتها راني معاك. انتقد نفس الشيء زفزاف، نفس الشيء العماره، راني معاك داكور. كي تنتقد سياسه ولا برنامج ولا طريقه عمل ولا منهجيه عمل راني معاك، مام حتى صادي وراه صادي راه يجي الوقت راح تنتقد على بالي باينه مفروغ منها باينة صادي وروراوا كلون واحد، لازم لازم الانتقاد يكون يا ولدي ندو كاس العالم مش كاس افريقيا، لازم فيها فيها. لكن معليش ما يهمناش راني معاك. ماكش انت اي صحفي كي ينتقد عمل ولا برنامج ولا سياسه راني معاه، بصح باش تجي تقول لي وتعطيني دروس، انا مانيش غبي الحمد لله، كاين الارشيف كاين التكنولوجيا، تجي تقول لي فرعون وتقول لي ديكتاتور هذه انتقاد سياسة وربكم الأعلى، ما مفسر روح الروح مسيو معزوزي خلاص. كما أنا ما تقولش تفوت عليا أمور كيما هذه، كاين اللي صدقك
الله يسهل عليه لصدقك، ممكن مازال مأمن في الماشي تعاود جمع في الماشي تعاود، الله يسهل عليك صدقوك يخدموا معاك، هذو كشغلهم عندي ما دخلني انا. واش نحوس؟ نحوس نفكرك ونذكرك واش كنت تقول قبل. والفيديوهات موجوده، بغيت تهاجم اللاعبين المحترفين في الوقت الحالي لاعبين تاوعنا تاع دركا كاين الارشيف. وعلاش سكت على اللاعبين هذوما لما خرج التقرير المالي في عهد عمارة ومنحت التأهل إلى كأس إفريقيا اللي فيها 24 منتخب؟ تأهلنا قداش داو اللاعبين بصحتهم، أنا ما نلومش اللاعبين بصح أنت لا أرى لا أسمع لا أتكلم توفا بيان. حنا ما هدرتش وعندي فيديو تاع كي قلت كيفاش يدوا اللاعبين أورو واللاعبين لوكال يدوا دينار، أو كيفاش البريم ذاني اللي كانت بكبوكة كبيرة تاع بريم وفيها اللور وفيها بكبوكة، ها كي تأهلنا غير كاس افريقيا برك عليها ما تخرجش وتهدر تخبط الطابلة توفا بيا هذاك. توفا بيا هذاك الخط راه توفا بيا، لكن ما يهمش. إذا معزوزي حنا رجبنا لك شوية حلويات، شوية بخفيف، تحلية بخفيف كي يرجع المنتخب الوطني ويشارك وزيد تنتقد المنتخب الوطني زيد نعطوك شوية تحلية أخرى جديدة. مهم الفيديوهات موجودة والفار شغال 100%، الفار يخدم التريبيا، الفار تريبيا عندي ما نقول لك متعة الفار. إذا عيد مبارك لكل الجزائريين. الأخير متقرة مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.